ابرز المشاكل اللي واجهتك في الدوري الدرجه الرابعه؟ يعني انت كده دلوقتي لعبت رابعه وثالثه لا الموضوع كبير يعني، وثانيه الموضوع في الدرجة ودوري الرابعة. ممتاز. ايه الفرق بقى بينهم؟ لا في فرق كبير. بص انا لغاية دلوقتي برضه مقتنع بحتة اللي انت كل ما بتنزل درجات لتحت كل ما الكرة بتبقى اصعب كرة اصعب اصعب. معنى بالعكس انت يعني الدرجة الرابعة دي انت لازم تكون واخد كاتة كاراتيه مثلا وانت داخل تلعب، لان الموضوع بيبقى صعب. هو مزيج بين الكرة بقى وفنون قتالية، فاهم فنون يعني؟ انت قتالية. انت بتلعب بس لما اللعب بتبقى كويسه، اغلبيه الملاعب يعني مش كويسه. يعني مثلا ممكن نقول الماتش مجمله هيبقى فيه يعني 15 دقيقه هم كوره، الباقيه كره 15 دقيقة كورة. 15 يعني 15 دقيقه ممكن ايه هتلاقي فرق بتمسك. هو دلوقتي طبعا عن ايام ما انا لعبت في الدرجه الرابعه اكيد الكوره اتطورت، يعني اكيد في بقى ملاعب والناس بدات تحسن حاجات كتير، انما لما انا كنت موجود كنت صغير تقريبا في حدود 16 سنه. أبرز موقف صعب اتعرضت ليه في دوري الدرجة الرابعة؟ ضرب، انا خدت ضرب في الدرجه الرابعه. ضرب. والله ضرب من ايه بالظبط؟ في اي، بص اي كوره عاليه انت ما تفهمش ايه اللي بيحصل، بس هي انت طالع مثلا زي قلت ايه شيكا وطالع انت ما بتفهمش هي يعني لا بتاكل ضرب. يعني انا في مره افتكر انا روحت كان وشي كله وارم. وشك وارم؟ ما هي بص كره تلعب ثرو باس كده، فانا طلعت ورا الناس وشيكا ورحت نازل على الارض عادي. انا نزلت هم سابوا الكوره هم شاطون انا، فاهم كده بقى؟ انا روحت استرزات الجيزه معلمه هنا في وشي كده كلها، فهم اصلا في طب البيت انا والحكم فين؟ كان موجود. حصل. ما هي كوره مشتركه ثم بيبقى في عفره، انا قمت بالكوره خلاص وكله مشي، يعني مين بقى اللي ضرب محدش يعرف.